سليفري بصرى إسطنبول. هل سمعت بمنطقة سليفري في إسطنبول؟ مساكن العقارية تأخذ محبي الريف التركي والراغبين بتملك فيلا أو بيت ريفي أو مزرعة أو أرض زراعية في جولة بريف إسطنبول الأوروبي الجميل، خاصة مع الظروف الصحية الحالية، بالإضافة إلى رغبة كثير من الناس بسكن الريف. سليفري هي ثاني أكبر بلدية في إسطنبول بعد تشطلجة، يحد المنطقة بيوكتشكمجي شرقاً وتشطلجة شمالاً وولاية تكرداغ إلى الغرب، وتمتد على طول بحر مرمرة جنوباً، كما تعد مركزاً زراعياً مهماً بمساحته الواسعة على الرغم من المشاريع الضخمة التي تشهدها مؤخراً. تمتاز منطقة سليفري في إسطنبول بإطلالتها المباشرة على بحر مرمرة وميناء طبيعي، ووقوعها على مدخل المراكز الصناعية والتجارية الكبرى، بجانب وقوعها على الطرق البرية المهمة، وتبعد حوالي ساعة بالسيارة عن مركز مدينة إسطنبول. يعمل قسم من أهلها في الزراعة وتربية الحيوانات وصناعة الألبان وصيد الأسماك، وهو ما يضيف إلى العيش فيها متعة طبيعية فريدة. أما عن الأماكن الترفيهية في سليفري، فساحل سليفري، بحيرة سينيكلي، بحيرة جميلة للتنزه والتخييم على ضفافها وصيد الأسماك من مياهها. ميناء سليم باشا في حي سليم باشا، وهو من المعالم السياحية في سليفري. نادي للغولف ماسالكوي، قرية خيالية جميلة. تشهد منطقة سليفري زيادة في عدد السكان، مما سيؤدي إلى إحداث مشاريع جديدة. مميزات المنطقة: إطلالها على بحر مرمرة، وقوعها على طريق حيوي يصل إلى أوروبا ويعتبر من أهم شرايين مدينة إسطنبول. يمكن للأخوة المستثمرين تملك فيلل بإطلالات بحرية، مزارع، أراضي تصلح للإعمار، وأراضي استثمارية بمساحات واسعة. أما من حيث الأسعار فهي بازدياد مستمر منذ 15 عاما، وتعد أسعارها منافسة ومناسبة مقارنة بمناطق إسطنبول الأخرى. هذه سليفري، وهذا وجه من وجوه إسطنبول الجميلة. إن كنت هائماً بجمال الريف وترغب بتملك فيلا أو مزرعة أو أرض زراعية أو أي عقار في سليفري خصوصاً أو ريف إسطنبول عموماً، تواصل معنا في مساكن العقارية، فلدينا فرص وخيارات كثيرة.